بنا معنا سركيس تشوبريان وهو محلل الأسواق العالمية في إيكويتي جروب. أهلا وسهلا بك سركيس. ودعنا نبدأ بالأسواق الأمريكية التي الله يسعد أوقاتك بدأت من جديد في حالة التذبذب ومن جديد بدأت تعود إلى حالة التراجع يعني بعد أن وصلت ولامست مستويات كبيرة. لماذا حدث ذلك؟ هل هناك قلق من التوجهات المستقبلية؟ بالفعل يوم أمس شهدنا تذبذب مرتفع جدا في مؤشرات الأسهم الأمريكية، فبعدما لامست مؤشرات الأسهم مستويات قياسية جديدة شهدنا انخفاض كبير وتم قياسه كأكبر انخفاض في مؤشر ستاندرد أند بور في بداية السنة منذ بداية عام 2016، كما انخفض مؤشر داو جونز بأكثر من 900 نقطة، وحصل ذلك مع عودة القلق والحيرة بين المتداولين مع انتظار انتهاء الانتخابات التي سوف تحدد من هو الحزب المسيطر على مجلس الشيوخ الأمريكي. فمن جهة يرى المتداولون بأن سيطرة الحزب الديمقراطي على مجلس الشيوخ قد يكون سبب لأن تكون الحكومة القادمة الأمريكية غير متوازنة ما بين رئيس من الحزب الديمقراطي وحزب جمهوري أيضا أو عفوا حزب ديمقراطي يحكم الكونغرس، فهذا قد يسبب توجه رغم أنه قد يعني ارتفاع في احتمالات المزيد من الخطط التحفيزية في الولايات المتحدة، لكنه أيضا يعني احتمالية أكبر لرفع الضرائب على الشركات وغيرها من الظروف التي قد أيضا تشمل إغلاقات اقتصادية جديدة. بينما لو كان الحزب الجمهوري هو من سيسيطر على مجلس الشيوخ فهنا يعتقد البعض بأنه ستكون هناك حكومة أكثر توازنا، وهذه الحيرة تسببت في انخفاضات ملموسة في مؤشرات الأسهم الأمريكية. لكن من الملاحظ شيء مهم جدا هو أن الانخفاض السريع تم تقليصه يوم أمس، وهذا اليوم أيضا نشهد حالة من التذبذب، وهذا يدل على أن المتداولون في الأسواق المالية ما زالوا يبحثون عن استثمارات في أسواق الأسهم ويتوجهون مع كل فرصة جديدة إلى البحث عن تلك الاستثمارات، ويكون تأثير هذه الأنباء السلبية محدود نوعا ما. أود أن أشير إلى أننا اليوم في انتظار بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكية تشمل بيانات مؤشر ISM لقطاع الصناعات التحويلية، وهذا المؤشر قد يكون مهم جدا لأنه سيدل من المتوقع أن يدل إلى بعض التباطؤ، لكن مع استمرار النمو في قطاع الصناعات التحويلية للشهر السابع على التوالي. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني استمرارية التعافي التدريجي في الاقتصاد الأمريكي، لكن انخفاض المؤشر يؤكد بأن الفيدرالي الأمريكي يجب أن يستمر في خططه التحفيزية لفترة مطولة من الزمن. وهذا أيضا قد يكون محفز على المدى المتوسط والطويل لمؤشرات الأسهم الأمريكية التي أعتقد بأنها قد تستمر بالارتفاع، لكن هذه الأحداث الحالية مع انتظار الانتخابات لمجلس الشيوخ الأمريكي قد تتسبب في بقاء التذبذب على المدى القصير. جيد. ليس جيد حال السوق بطبيعة الحال، نتحدث عن التوصيف. سيد تركيس، يعني دعنا نتحدث عن الدولار أيضا الذي يمارس هبوط مظلي بشكل كبير وتراجعات وصلت إلى مستويات 2018. يعني إلى أي مدى أمام الدولار فرصة أن يستعيد ويلتقط أنفاسه في الربع الأول من العام؟ في الوقت الراهن أعتقد بأن الدولار متوجه لمزيد من الانخفاض، فإن كان هنالك موجات صاعدة قد تكون فرعية بالنسبة للدولار الأمريكي قد تكون مرتبطة في عمليات جني أرباح مؤقتة في الأسواق المالية. والاعتقاد السائد بأن انخفاض الدولار الأمريكي لدى قسم الدراسات لدينا سببه بأن توقعات الفيدرالي الأمريكي ما زالت تشير إلى إبقاء الفوائد المنخفضة جدا قرب الصفر المئوي لفترة مطولة من الزمن، إلى جانب ذلك توقعات بأن يتم إقرار المزيد من الحزم التحفيزية من الولايات المتحدة الأمريكية. لكن السبب الرئيسي الذي قد يبقي على الضغط على الدولار الأمريكي هو تفضيل المتداولين عن البحث عن استثمارات في أصول غير نقدية، فالأصول النقدية حاليا تعتبر عوائدها منخفضة جدا، بل لو نظرنا إلى السندات الأمريكية على سبيل المثال كأدوات استثمار ذات أدوات عائد ثابت سوف نلاحظ بأن السندات التي ارتفعت عوائدها مثل 10 سنوات بقيت ما دون 1%، والعوائد السندات التي ارتفعت في الأصل هي 10 و30 عاما، بينما بقيت عوائد سندات عام وعامين و3 أشهر و6 أشهر كلها منخفضة جدا ولم تحقق ارتفاعات ملموسة. وبأخذ بعين الاعتبار بأن
مستوى التضخم في الولايات المتحدة بحسب مؤشر سعر المستهلك يبلغ 1.2%، فهذا أعلى بكثير من أغلب عوائد السندات ذات أمد استحقاق 10 سنوات أو أقل، وهذا ما قد يقلل أيضا الطلب على السندات الأمريكية ويترك الخيار الأفضل لدى المتداولين التوجه نحو الأصول الغير نقدية، مما قد يبقي الضعف على الدولار الأمريكي الذي أعتقد بأنه قد يستمر بالانخفاض خلال الربع الأول من هذه السنة، متأثرا في تفضيل المتداولين للأصول غير النقدية مع عدم استبعاد بعض الأحيان في موجات تصحيحية صاعدة بين الحين والآخر قد تكون مرتبطة فقط في عمليات جني الأرباح المؤقتة التي تسود في الأسواق. نعم سركيس، دعنا ننتقل إلى العملات المرتبطة بالنمو، عملات السلع كما يسمونها الدولار النيوزيلندي والدولار الأسترالي، ما هي آفاقها في المرحلة المقبلة؟ شهدنا خلال العام الماضي وتحديدا منذ شهر مارس الماضي ارتفاعات متواصلة في الدولار الأسترالي الدولار النيوزيلندي، وكما ارتفع أيضا الدولار الكندي حيث توجه المتداولون للأصول مرتفعة العائد كما أشرنا، واستفادت هذه العملات أيضا من الضعف الذي يشهده الدولار الأمريكي. في العادة ترتبط هذه العملات في النمو الاقتصادي وحالة الثقة الإجمالية في الأسواق المالية، ورغم أن بعض مؤشرات الخوف التي ارتفعت يوم أمس في الأسواق، لكن بشكل عام ما تزال مستويات الثقة وشهية المخاطرة مرتفعة في الأسواق المالية، وهذا ما قد يحفز المزيد من الارتفاعات. ولو نظرنا إلى الأشهر الأخيرة من العام الماضي لشهدنا بأن الدولار الأسترالي الدولار النيوزيلندي والدولار الكندي ارتفعا خلال آخر شهرين من التداول، والانخفاض الذي حصل خلال العام الماضي ما بعد شهر مارس هو انخفاض لشهرين فقط، وهما الشهران الذي حصل فيهم التوترات السياسية بفعل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكن بعد ذلك عادت للارتفاع. والتوقعات أيضا تشير مع إبقاء الفيدرالي الأمريكي لسياساته النقدية قد نشهد المزيد من الارتفاع في هذه العملات طالما استقرت الثقة في الأسواق المالية، حيث أن المتداولون حاليا على أمل أن يتم السيطرة على جائحة كورونا خلال النصف الثاني من هذه السنة، وأن تعود الظروف الاقتصادية إلى طبيعتها شيئا فشيئا، مما قد يحفز المزيد من الارتفاع فيها. جيد، أنا أشكرك سركيس تشوبريان وأنت محلل الأسواق العالمية في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.